عودناكم على شوبينج هين وسريع ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر، مكفين نطلع عليكم يوميا مع اصنافنا الجديده المختلفه والمميزه العمليه لكل شخص منا، والاهم انها فيري هاي كواليتي. وين ما كنتوا عم بتتابعونا اختاروا الايتم يلي بهمكم، تصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. في كتير ناس بحبوا يخبزوا خبزاتهم بالبيت وبطريقة هينة وسريعة. هالساج ميكر مصنوع من مواد ما بتلزق أبداً، فينا نعمل عليه مش بس خبز، فينا نحضر منقيش زعتر، جبنة، لحمة بعجين وحيلا شي بيخطر عبالنا بده فرن. وإجمالاً تنعمل خبز بالفرن بدنا فرن بتوصل حرارته لل 900 درجة، وهيدا شي مش وارد بالبيت إلا مع هالساج ميكر. فينا نعمل كل أنواع الخبز ومشتقاته عليه بطريقة صحية وكتير سريعة، وزنه خفيف وفينا ننقله وين ما بدنا ومصروفه كتير قليل نسبة لسرعته. أكيد مكفول وفيكن تحصلوا عليه ب 112 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسه أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، ستريت برو الجديدة الأصلية هي الحل. بتمشي على الكهرباء مكفولة ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، مزودة بإنفراريد تحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب شعرنا وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هاي ستريت برو الجديدة بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة وأكيد مكفولة لمدة سنة. فيكن تحصل عليها ب 58 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. كوكينج بوك الأصلي شكله مثل مجلد، إنما بيحتوي على 4 شوبينج بولز بأربع ألوان مختلفة، كل لون فينا نقطع ونقص عليه نوع معين من الأكل، يعني الأحمر للحمة بس، الأزرق للسمك ولكل أنواع الفريدومير، الأبيض للأكل المطبوخ أوريدي مثل الروتي مثلا، والأخضر أكيد للخضرة وللفواكه. كوكينج بوك الأصلي ما بينكسر قد ما يوقع على الأرض وقد ما نشد عليه، مصنوع من بولي برولان وبتحصل عليه ب 35 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان، بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرب التخت، حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيلا محل بالبيت أو بالمكتب، كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 132 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببستلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. فيرونا ستوب ايجي كريم من اهم مستحضرات العناية بالبشرة، ماركة بلجيكية بتساعد على زيادة التجاعيد المحافظة على شباب البشرة، بتشتغل على راحة العضلات وهيك بتمحى التجاعيد تدريجيا، مكونة من كولاجين، إلاستين وفيتامين سي، بتساعد على توحيد لون البشرة، ازالة التبغيت وبتعطي الملمس الناعم للبشرة، وهيك منقول حافظوا على شباب البشرة اقل شي 10 سنوات لقدام. ستوب ايجي كريم فيكن تحصلوا عليه ب 69 الف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. كلنا منحب ناكل تابولة بس منعطى الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير، مع 60 سكند تابولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3
أو أربع مرات، وكل ما نسحب الخيط أكثر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا، والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند طبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات، وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود، بإصبع واحد ثلاث أربع مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند طبولة مكفولة لمدة سنتين، وفيكم تحصلوا عليها ب 52,000 ليرة. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلاد بول هدية، ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. في كتير أوقات بيصير عنا أوجاع بالمفاصل أو حتى بيصير في أصوات بالمفصل لأنه بيكون الغضروف منشف. الحل هو ريفلكس كريم لكن للناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة. الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، السوبر ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاء ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. قبل ما تجربوا كل الحلول جربوا ريفلكس كريم لأنه طبيعي 100%. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 68,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. اتصلوا على بستلر على 01-44-55-55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.